مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة ومشاهدي متابعي قناة الأهلي في كل مكان. امبارح الأهلي طبعا بروح الفانيلا الحمراء وعزيمة اللاعبين بيفوز على NBA 2-1، وده طبعا كان في الوقت الإضافي والدقيقة الأخيرة. طبعا هو ده الأهلي، بسم الله ما شاء الله، دائما في تقدم وفي نجاح، وألف ألف مبروك، مزيد من الانتصارات بإذن الله للنادي الأهلي في الفترة المقبلة. كمان كل التوفيق للنادي الأهلي في بطولة أفريقيا لكرة الطايرة سيدات، وإن شاء الله الأهلي يفوز باللقب. النهاردة هنشوف مهارات جديدة، هنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله رب تنول إعجاب حضراتكم، محببة عند ناس كتير، وهنتكلم مع بعض عن تفاصيل بتاعتها. كل واحد ليه أكيد طريقته في أنه يحقق الوصفة دي إزاي، لكن أكيد في مكونات رئيسية وأساسية بتجمع الوصفة دي أكيد بنعتمد عليها. في ناس قد تحب جزء من الوصفة دي كمكونات، وفي ناس ممكن تحط بدائل أخرى تناسبها وتناسب اقتصادياتها أو تناسب اللي هي بتحبه أو ما بتحبوش. النهاردة هنعمل المقلوبة. المقلوبة من الأكلات الجميلة جدا، يعني بنستمتع بيها قوي، وأهل فلسطين مشهورين بيها جدا، وأهل الأردن، وهي أساسها من فلسطين طبعا. المقلوبة الفلسطينية يعني من الأكلات الجميلة، وأكيد ليها أصل وليها قصة جميلة جدا هنشارك حضراتكم فيها أكيد، لكن اسمحوا لنا الأول نقول المقادير ونحكي عنها وإحنا شغالين مع بعض. عندي لمقادير المقلوبة طبعا أكيد هستخدم لحم، هو يفضل اللحم اللي بيستخدموه يكون لحم ضأن، لكن مش بالضرورة، إذا مش متوفر عند حضراتكم هنستخدم اللحم القطعة اللي تناسب حضراتكم اللي متوفر موجود فيها. عندي كمان ثلاث بصلات متقطعين شرايح، انا مقرمشاهم زي البصل بتاع الكشري كده، ومعمولين في الفرن، حاجه خفيفه جدا، احنا عايزين نعملها بطريقه صحيه، مش عايزين نقلي ومش عايزين نعمل يعني ايه قلي من الزيوت كتير. عندي كرفس شرايح كرات، وعندي جزر مكعبات، ورق لورا حبهان، عودين من القرفه، كباب صيني، ملح وفلفل، ده عشان اسلق فيه اللحمه. هعمل بوكي جارنيه وفي شويه خضروات استفيد منها كطعم، ادي تيست حلو للشوربه، لان انا المرق ده اكيد هسقي منه الرز ان شاء الله. طيب عمل بقى الباذنجان نفسه او الباذنجان ده نفسه، عندي باذنجان رومي، انا الحقيقه هشويه، انا هشوي المكونات بتاعتي النهارده على الجريل او في الفرن زي ما حضراتكم تحبوا، لانها عايزاها تبقى صحيه اكتر ونستفيد بالقيمه الغذائيه الموجوده فيها، لانه الباذنجان وانس انه اتقلى راحت كل الفوائد اللي موجوده في الباذنجان. طيب عندي جزر متقطع شرايح، وعندي بطاطس، عندي رز بسمتي ذهبي، طبعا هي بتتعمل بالرز مصري لكن انا هعملها بقى صحيه الى حد كبير، عندي زيت زيتون، معلقه صغيره من القرفه، بهار حلو او مكانه كباب الصيني زي ما اتفقنا، عندي لوز محمص حسب الرغبه لو حابين، عندي طبعا مرق اللحم اللي احنا هنسلقها مع بعض، وهنتكلم عن الوصفه باستفاضه دلوقتي. اول حاجه نقول بسم الله. طبعا المقلوبة دي من الوصفات المشهورة زي ما اتفقنا، وما كانش اسمها المقلوبة، كان اسمها ايه؟ كان اسمها الباذنجانية، كانت بتسمى هناك الباذنجانية في فلسطين، وإلى أن جي طبعا في فلسطين الأردن لبنان معروفة بالباذنجانية، لكن جه يوم فتح مدينة القدس طبعا القائد صلاح الدين الأيوبي ودخوله وجنود المدينة احتفالا بالنصر، فقام أهل مدينة القدس بتقديم الأكلة دي احتفالا بيه لصلاح الدين وجنوده، فطبعا عجبته جدا وقال لهم اسم الأكلة المقلوبة دي، المقلوبة دي لأن هم بيقلبوها من الحلة نفسها بيقلبوها، فمن هنا جت تسميتها المقلوبة، فهم أطلقوا عليها بعد كده، بعد ما أطلق عليها صلاح الدين الأيوبي إنها المقلوبة، فما بقتش الباذنجانية. طيب تعالوا بقى إيه نقول بسم الله. أنا دلوقتي إيه ببدأ أجهز كده، هوري حضراتكم أنا شويت الخضار ده بطريقة بسيطة جدا. طبعا إذا الباذنجان نفسه يعني طازة زي ما إحنا جايبينه كده ولامع زي ما حضراتكم شايفينه، طبعا غسلناه ونشفناه وبرضه هنشفه مرة كمان كده، هنقطع الأجزاء اللي فوق واللي تحت ونبدأ نشتغل إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا كده وهنا عشان تبقى ليها قاعدة كده، هرمي بقى دول وهنبدأ. أنا عايزة أعمله شرايح بالطول، أنا برضو عايزة أديله شكل كده في القالب جميل، ممكن ما تبقاش بتخانة كبيرة يعني كده، وهنبدأ نشوحها مع بعض كده. عايزين تدوله رشة ملح بسيطة ماشي، طبعا البتنجان قبل ما نستخدمه على طول عشان ما يسودش لأنه نسبة الحديد فيه كمان عالية جدا،
هنتكلم عن فوائد كل حاجة. ادي كده البتنجان، انا هنا مسخنه الجريل قوي، هاخد رشه كده من زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم، وهستنى بس. طبعا مش عايزه احط الزيت على البان تكون سخنه قوي، عشان زيت الزيتون برضو ليه درجه حراره معينه زيه زي اي زيت، ليه درجه حراره ما ينفعش نحرقه، ولازم استخدم زيت الزيتون اللي يكون مناسب لاني استخدمه على الحار. يعني زيت الزيتون البكر الممتاز ما بيستخدمش على حراره، بيستخدم في السلطات والحاجات البارده. زيت الزيتون البكر برضو على الحاجات البارده نادرا ما بنستخدمه في حاجه سخنه. بعد كده زيت الزيتون هو اللي ممكن نستخدمه، بيبقى فيه انواع ولازم تقروا تعرف نوع زيت الزيتون احنا مشتريه من السوبر ماركت يكون ده مخصص لايه، عشان ده مهم جدا. طيب هبدا كده اخد هنا بقى، انا برش رشه كده هرمي دي. طبعا انا بحب الحقيقه اسيب القشر كده، ممكن اخد رشه كده على اساس ان انا اساعد ينزل شويه من السوائل بتاعته، وبعدين لما تنزل اشطفه وانشفه بمناديل مطبخ، مفيش مشكله خالص. بس انا طبعا بما اني حشويه فانا هنشف السوائل اللي جواه. ماشي، بسم الله. ومعانا تليفون، معانا فيفيان، اهلا وسهلا استاذه فيفيان، اهلا بيك يا فندم. شيف عظيمه، اهلا وسهلا، تسلميلي، منور شيف عظيمه حبيبتي، منور بوجودكم وباتصالاتك. ربي يخليكي، انا عايزه اهنيك. اتفضلي حبيبتي. تسلم. عايزه اهني الكابتن الخطيب بفوز الاهلي، ودايما في تقدم على طول. امين حضرتك وبنادي الاهلي على طول. امين حبيبتي، تسلميني ويسلم ذوقك. تسلمي لي يا رب. شكرا لي. شكرا ليكي يا استاذه فيفيان، نورتينا وشرفتينا حبيبتي. شكرا ليكي يعني مباركتك الجميله، ودايما كده في تالق دايما كل الاهلاويه وللنادي الاهلي، وطبعا كابتن بيبو كابتن محمود الخطيب تحيه لحضرتك. وبنشكركم جدا كل اللاعبين وكل القائمين على انه النجاحات وان انتوا واجهه مشرفه لينا ولبلدنا اكيد كمان بره مصر. شكرا ليكم. بصوا بقى هبدا كده ياخد بس كده لون. عندي كمان البطاطس قطعتها بالطول زي ما حضراتكم شايفينها كده، حاجه من الاثنين، عايزين تدوها تنزل في ميه سخنه يا دوب يعني كده تاخد غلوه، ميه بتغلي نقطه كده فيها رشه ملح، وبعدين اطلعها هتبقى بس فيها شويه طراوه كده زي ما حضراتكم شايفين، وبديها تشويحه برضو على الجريل او في الفرن زي ما حضراتكم تحبوا. انا شايفه ان ده يعني من الحاجات اللطيفه ان احنا نشوي الخضار. بصوا الجزر انا كمان عملته بشكل طولي، نديله بقى رشه خفيفه من الملح والفلفل كده نطعم الايه الخضروات نفسها، يبقى ليها تيست وطعم حلو. وطبعا هنا انا هوري حضراتكم احنا هنسلق بقى اللحم بتاعنا. طيب انا هرفع دي وهحط هنا عندي الميه هنا عشان ابدا اعمل سلق اللحم او البوكيه جرنيه اللي انا هستخدمه في سلق اللحم. عندي هنا بصله متقطعه 4 ارباع، بسم الله. معانا ام اسلام، وعندي كرات. يا صباح الفل. يا صباح الهنا. مني انا. صباح الجمال. صباح الفل عليك يا حبيبه قلبي. حبيبه قلبي، عامله ايه يا حبيبتي؟ العميل مقلوبه النهارده. انا مستنياها. يلا خلاص واحنا جايين. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. تسلمي روح قلبي، تسلمي ربنا يخليك يا حبيبتي، ودايما منوره مكانك كده. الله يسعدك، منور بيك وبتشجيعك وصدقيني. تسلم ايدك على كل حاجه، وعايزه ابارك للنادي الاهلي حبيبتي. اقول لهم الف مليون مبروك يا رب كده دايما من تقدم لتقدم. امين يا رب العالمين. حبيبه قلبي والله حبيبتي. تسلم ايدك على كل حاجه والله. تسلمي يا روحي والله. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، منوره الدنيا كلها. يا روح قلبي منور بوجودكم وبتشجيعكم، دي احلى حاجه في الحياه. حبيبه قلبي حبيبتي والله، وسلامي لكل كرو البرنامج. يوصل وكلهم بيبعتوا لك تحيات، ونشكرك لمتابعتك ولسماع صوتك يا حبيبه عمري. في حفظ الله يا حبيبه قلبي. رشه ملح تاني على الناحيه الثانيه، ورشه فلفل خفيفه. انا حطيت هنا، حطينا عود قرفه، حطينا ورق لورا، كام واحده من الحبهان، الكرفس، كرات، وبصلايه،
وجزرايه، يعني الايه الحاجات الجاي. الحبوب اللي انا حطيتها دي الكباب الصيني، بتبقى ده شكلها عشان حضراتكم تبقوا عارفينها. نستخدمها في ريحه الكحك، وبتستخدم مكان البهارات اللي بتبقى مثلا البهار الحلو ده دايما يعني قليل شويه، بس تدي نكهه قويه قوي. تستخدموها في توابل اللحوم والفراخ لما بتدخل في التتبيلات، بتبقى رائعه، هتديكوا طعم رائع. في الكبيبه كمان لما بنحطها كبهارات مع الكبيبه بتبقى رائعه. فدي الكباب الصيني تقدروا تطحنوها وتستفيدوا منها. انا هنا ممكن ازود شويه ميه سخنه عشان ازود بس المرق بتاعي اول ما يبدا يغلي. طبعا هدي رشه فلفل ويعني ذره ملح، انا مش عايزه املح المرق دلوقتي، هملح بعد ما اللحمه تستوي عشان تساعد معايا، ورشه كده فلفل. واللحم بقى اول ما يغلي المرق ده او الميه دي هبدا انزل اللحمه بتاعتي. طيب انا هنا سايبه البتنجان ياخد وقته، بصوا يتشرب زيت الزيتون. الميزه انه يعني يبقى ليه طعم حلو. وممكن نعمل ده في الفرن لو انتوا حابين، هتمسحوا بفرشه من الناحيتين على ورق زبده، وتحطوا رشه برده من البهارات لو حابين، رشه بهارات ورشه فلفل، وبعدين نحطه في الفرن ونشغل الشوايه والفرن، وبعدين يبدا ياخد الوش الاولاني، هنطلعه نقلب البتنجان تاني مره تانيه وناخد الوش التاني. ودي برده تسويه اخرى في الفرن اذا حضراتكم ما عندكوش وقت تعملوا كل الكميه على الجريل. نيجي بقى هنا، بسم الله، شوح كده تشويحه حلوه. هسيبه لحد ما ياخد يبقى خفيف كده. ومعانا نهله، اهلا وسهلا استاذه نهله. اهلا بيك يا عظيمه يا قمر. اهلا وسهلا بحضرتك. بيك يا قمر. اهلا وسهلا بيك يا حبيبه قلبي. الو. ايوه سامعاك يا حبيبتي، اتفضلي. حضرتك سامعاني؟ سامعاكي يا روح قلبي. الله يخليكي يا روحي، أنا بموت فيك يا عزيزي. يا رب سعيدك يا روح قلبي. بموت فيكي. يا رب سعيد قلبك. تسلميلي. تسلميلي يا قمر، ببارك للأهلي ومجلس الإدارة، وربنا يا رب دايما يوفقهم. آمين يا رب. وإن شاء الله النهائي أهلاوي أهلاوي أهلاوي. يا رب. أهلاوية إن شاء الله. إن شاء الله يا حبيبتي، بدعواتكم الحلوة والله. وبموت فيك يا عزيزي. يا رب سعيدك، يا رب سعيدك. مليون بوسة ليكي. ان شاء الله حبيبه قلبي. ممكن اسالك سؤال؟ اموري. تسلميلي يا قمر. ممكن اسالك؟ اتفضلي حبيبتي سامعاكي. انا معاكي. رحتي فين؟ طيب حاولي تكلمينا تاني. طيب بصوا شوح كده التشويحه، هسيبها برضو لحد ما ياخد الدرجه الحلوه دي ويبقى البتنجان طري معايا. هنا ممكن كده بفرشه همسح مسحه ثانيه من زيت الزيتون. بصوا بقى المرق اول ما هيبدا يغلي هنزل اللحم وهسيبها تاخد وقتها علشان تستوي حلو. والمرق ده ممكن بقى ازود النكهات بعديها. ماشي حبايبي، بصوا كده. وتعالوا بقى نبدا نعمل الايه الرز بتاعنا عشان يلحق يستوي عقبال ما اشوح انا باقي الحاجات. احنا طبعا مجهزين شويه بس عشان اوري حضراتكم، وتكون المرق هنا غلي تماما، هغطيه عشان تساعدها بسرعه. ونيجي هنا نشغل دي كده. وهنا بصوا اللي احنا سلقناها من قبل وفيها اللحمه المسلوقه عشان حضراتكم تشوفوها اهي. ممكن بقى عشان المرق يفضل كده جميل احط بقى انا وشويه منكهات، عود قرفه او شويه قرفه، شويه بهارات، كباب صيني، مطحونه، رشه من الورق لورا، ادعم المرق بتاعي. او لو حضراتكم عايزين تسيبوه بطعمه براحتكم خالص، كده كده اصل المنكهات اللي احنا حطيناها هتضيف للطعم بشكل حلو قوي. طيب هبدا بقى نجهز للرز. انا طبعا هعملها برز بسمتي عشان تبقى صحيه وحلوه اهو. بصوا هنا طبعا اتفقنا ان المعلومه دي مهمه جدا، فكره ان احنا نشوي البتنجان عشان نستفيد بيه. في ناس بتاكله ني على فكره، لما يكون عندهم نقص حديد او انيميا على طول البتنجان بيجيبوه ياكلوه ني كده. طيب هاخد كده الحله هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، هحطها هنا ونبدا بقى نعمل الرز. طيب هجهز للرز
هنعمل كده شويه من الزيت النباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلي كده الرز جنبي هناك ورشة الملح وهنا، وهحط عندي عود قرفة برضو هحطه معاه. ناخد كده كمية الرز، هنسقي بالمرق المنكه زي ما اتفقنا، اللي عايز ينكه زيادة مفيش مشكلة، هحط معاه عود قرفة. وهاخد كده ممكن دي ونقلب تقليبة. طبعا هي في ناس بتعملها ازاي، بيبقى الحلة دي طبقات، بتتحط طبقات من البطاطس والبتنجان واللحم وبعدين الرز، وبيستوي الرز مع الحاجة دي على نار هادية كأني بسوي الرز معاها، ويقلبوها من الحلة ده يعني على طول من الحلة. أنا بقول إنه في ناس ممكن قوي ما تقدرش تعمل الخطوة دي وما تنجحش معاها والرز ممكن ما يستويش، فاسمحوا لي أنا بخاطب الناس دول بشكل قوي علشان يحسوا إنهم يقدروا ينفذوها بشكل سهل. لكن طبعا المحترفين وأصدقائنا اللي ما شاء الله عليهم خبرتهم كبيرة في المطبخ طبعا هيعملوها بالطريقة دي وهتبقى أسهل كتير. لكن أنا حاولت إن أنا أعملها بشكل يرضي كل الأطراف، يعني يناسب حتى الناس اللي مش هتقدر تحقق الوصفة في الحلة واحدة وتسويها مظبوط. هنا بدأت المرق ريحته طبعا روعة، ريحة رائعة، جزر ورق لورا وكرفس وكرات والحاجات الحلوة دي. هنبدأ كده ننزل قطع اللحم، هنا بسم الله الريحة تحفة. وهنقفل هنسيبها بقى تغلي وبعدين نبدأ نهدي لحد ما تاخد التسوية بتاعتها. هنا الرز بقلب، هحط رشة من الملح بسم الله، حطيت عود قرفة كده. المكونات اللي أنا حطيتها اللي هي الحبهان اللي ممكن تحطوه منه رشات خفيفة مطحونة مع الرز نفسه ننكهه، لكن أنا هسقي بمرق اللحم بقى فالدنيا هتبقى جميلة وهيدي تيست حلو. تعالوا بقى ندعم كده بمرقة خضار، هنقلب دي حاجة زيادة يعني، مرق الخضار ده بيدي طعم كده جميل. وبعدين هبدأ رشة بسيطة قوي من الفلفل، بسيطة جدا طبعا، لو في كبابة صيني مطحونة هنحط أو بهارات لحم هتبقى رائعة. هنقلب بقى تقليبة حلوة، ومعلش أنا عاملة البصل المقرمش ده بيتحط بين الطبقات، أنا هحط شوية مع الرز عايزة أديله طعم منه لكن مش كله عشان أقدر أعمل كمان بينهم طبقات حلوة. هقلب كده تقليبة حلوة، كل واحد بقى يعمل الطريقة اللي تريحكم، لكن أساس الوصفة رائع الحقيقة ويتقدم بأكتر من طريقة كده اهو. شوفوا بقى البتنجان تمام وبدأ يطرى، ومعانا هويدا. اهلا وسهلا هويدا. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بيكي امي، ازيك؟ ايوه انا الحاجه ام محمد. ايوه اهلا بيكي يا امي، اهلا وسهلا. مش منك ابدا ولا من حضرتك، ربنا يديك الصحه. يا حبيبتي اتفضلي. حبيبتي يا رب، اهلا، شكرا. انا عامل لك الحاجات الحلوه انت بتعمليها يا حبيبتي. يا رب يخليكي يا ماما، تسلمي، يسلم ذوقك. الحاجات الحلوه اللي بتعمليها تسلمي لي، ربنا يبارك لك يا رب، وببارك للناس الاهل يا رب دايما حبيبتي. يا رب دايما في نجاح من النجاح يا رب العالمين. امين يا رب العالمين، امين. دي دعوة جميلة من حضرتك والله، وميرسي يعني مشاركة حضرتك معانا دي غالية علينا جدا بجد، تسلميلي، شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا. هناخد كده من المرق، معلش سخن بقى بسم الله اهو، بسم الله، وهنقلب تقليبة عشان اسيب الرز يتشرب، وبعدين نرجع بعد
ما نخلص او نطلع للاستراحه علشان نرجع لحضراتكم ونقول نبدا في الشوط الثاني، هنكمل مع بعض ونقفل المقلوبه الجميله دي ازاي. بسم الله كده بقى، انا هدي تقليبه حلوه للرز مع المرق بتاع اللحم اهو. ده كان فيه مرق المنكه وبعدين زودت بقى من المرق اللحم الثاني، يعني ما كفاش احط كل الكميه فحطيت كميه صغيره وكملت بقى من هنا باللوش. هنقفل بقى كده تقفيله، اول ما يبدا يغلي ههدي النار واسيبه يتشرب. ودي اللحمه هنا زي ما حضراتكم شايفين، بصوا المنكهات دي اللي بتضيف طعم للمرق مع طعم اللحمه طبعا. عايزين تضيفوا اي حاجه زياده دي حاجه ترجع لحضراتكم. اهلا وسهلا مشاهدينا، رجعنا مره ثانيه من الاستراحه، هنبدا مع بعض الشوط الثاني. طيب انا بشوحت بقى، حطيت شلت الشرايح البتنجان، حطيت دلوقتي شرايح الجزر بشوحها برده، معلقه زيت زيتون، حطيت رشه ملح وفلفل، نطعمها كده تبقى جميله اهو. بصوا طبعا البتنجان المشوي ده فوائده كتيره جدا، يعني اولا هو طبعا غني بالالياف، اكيد حضراتكم عارفين كده، في حمض الفوليك اسيد، غني بحمض الفوليك اسيد جدا، والالياف بيقوي المناعه، الناس اللي عندها مشاكل في الانيميا، الحاجات المشويه دي دايما هيلثي وصحيه، ما فيهاش يعني ضرر لأي حد عايز يتناول أي خضار مشوي. وبعدين الخضروات عموما بصفة عامة يعني هي ما تعدش ليها كالوريز عالية، لأن هي زيرو كالوريز. أي خضار أنتوا جعانين دايما يبقى فيه طبق خضار مشكل فريش ناكله ننقنق فيه، الولاد كمان لازم يبقى فيه كده، نعصر عليه عصرة ليمون، ينقنقوا شرايح جزر، شرايح من الخيار، شرايح من فلفل الألوان، الحاجات دي مفيدة ليهم قوي. ممكن نعمل لهم الافوكادو ده زي السلطه، او نضربه مثلا ناخد جزء منها نضربه مع حاجه بيحبوها، مش بالضروري يبقى العصير تقيل عشان ممكن يكونوا مش بيحبوه. يعني لسه حد سالني على صديقه ليا وبيقول لي ما بتاخدش الافوكادو رغم ان الدكتور كاتب لها حاجات معينه عشان عندها مشاكل وانيميا وحاجات. قلت له طب هو انتوا لازم تدوه لها تقيل وتشربوه لها لوحده؟ ما تعملوه لها يعني تستصيغه، ممكن تشربه مع عصير ليمون، نحط منه حته صغننه ونضربهم في الخلاط مع بعض، يبقى دعمنا فيتامين سي وبرده خدت الجرعه بتاعتها من الافوكادو. ممكن نخلطه مع كيوي ونحط له عصير خفيف زي الاناناس زي التفاح زي كده ونضربهم في الخلاط ويتشرب، يبقى برده القوام بتاعه خفيف شويه. يعني الحاجات دي بتتقبل اسرع وابسط، لانه في الصيف غالبا كلنا مع الجو الحر بنبقى محتاجين حاجات تدعمنا لكن ما تبقاش تقيله، ما بنقدرش على الاكل التقيل. طيب هشيل بقى الجرال كده وهبدا اوري حضراتكم. لو عايزين هعمل كده حاجه اتحايل بيها على فكره الحله اللي بتتقلب دي، فانا هعملها كالاتي. عندي كده قالب، القالب ده مثلا فليكن طبعا اي قالب تحبوه، يعني انا والله عاجبني القالب ده برده، عاجبني الاثنين. انتوا عايزين اعمل في انهي قالب اقلبها فيه؟ هدخله الفرن هوريكم انا هعمل ايه في قصه الرز. بصوا هنا الرز بدا اهو، هديت النار بعد ما غلي يبدا يتشرب، شايفين يتشرب بس شويه عشان اهو مع البصل ده بيدي طعم كده، وبعدين هحط بين فواصلهم دي البصل. طبعا اتفقنا كل كوبايه من الرز البسمتي الجاف عليها كوبايه ونص من الميه المغليه او المرق المغلي، وده علشان هو جاف لا تبل ولا تشطف ولا تصفى ولا اي حاجه. طيب وادي المرق، بصوا هنا الشوربه بدات الريحه رائعه، طبعا المنكهات دي جميله، تقدروا تاخدوا الشوربه دي لو انتوا زياده في المرق تحتفظوا بشويه فيهم في الفريزر، وقت تاني حضراتكم تقدروا تستفيدوا بيه في اي اكله تانيه. طيب ده احلى المستطيل صح كده؟ رايك من رايي يعني يا نادي؟ ماشي انا برضو رايي كده. طيب يعني كل واحد على والله انت عجبك التاني. شفتوا بقى لو ايه لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، قلتها صح الحمد لله. طيب هناخد كده من البتنجانات الحلوه دي، هبدا بقى اعمل كده ايه يعني شكل كده لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم كده، بسم الله خلينا ايه نحاول. طبعا انا هحاول اخلي الشكل كده، لكن انا طبعا همسك بالرز، يعني لسه هنحط رقات من الرز بحيث ايه تمسك لنا الدنيا وتدي شكل حلو. يعني
ثلاثة. ماشي، ممكن احط دي هنا كده في القاع، يبقى عندنا برضو معانا غادة. يا اهلا وسهلا غادة. ايوه اهلا بيك. اهلا بيك حبيبتي، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبه قلبي. ازي حضرتك؟ انا كويسه الحمد لله. أهلا بيك. انا بحبك قوي يا روح قلبي، ربنا يسعد قلبك. ميرسي، احبك الذي احببتني فيه يا روحي. شرف ليا والله يا حبيبتي، محبتكم على راسي. عايزه ابارك للنادي الاهلي امبارح. يا سيدي، عايزه تقولي لهم ايه بقى؟ قولي لي. عايزه تقولي ايه للنادي الاهلي؟ الف مبروك وان شاء الله كل ما يا رب يا حبيبتي، ربنا يتقبل منك ان شاء الله من نجاح لنجاح يا روحي. مش عايزه اكله نعملها لك؟ طيب ان شاء الله. لا تسلم ايديك على كل حاجه. تسلمي يا حبيبه قلبي، يسلم ذوقك انت. شكرا ليكي يعني مداخلتك الجميله ولمباركتك لنادي الاهلي حبيبتي، شكرا ليكي. بصوا كده، بسم الله، صباح الفل عليكي يا ندى. طبعا حصل يا فندم والله. حبيبتي يا نودي، البنات دول ايه بيقولوا عليهم ايه؟ نعمه صح؟ البنات دول لما بيبقوا جمال سكر نبات بيقولوا ايه؟ طبعا بيشكروا المخرج بيقول لي لما يبقوا بس. لا هم كده بقى، اوعى بقى انت قاعد في وسطيهم كلهم. انا قلت طبعا لما يبقوا، لسه ما كملتش. انا بقول لما بيبقوا كده جمال بيبقوا نعمه فعلا حقيقي والله بجد، وبيبقوا كده حاجه جميله الواحد يعني بيعتز بيها. وبعدين لما بيكبروا بقى بيبقوا صحاب لباباهم قوي، البنت تبقى صاحبه باباها والولد يبقى صاحب مامته. اي نعم مش قاعده بس اغلبهم بيحصل كده، لكن مش دايما يعني. يعني انا كنت قريبه من بابايا جدا، لكن ده مش مقياس. يعني اخواتي التانيين كانوا اقرب لمامتي، يعني ملهاش علاقه. هي ليها علاقه بالتفكير، بالعلاقه الانسانيه، مين بيبقى دايما بيتكلم معاك اكتر. دي مهمه طبعا، مهم قوي ان مرحله طبعا الولاد لما بياخدوا الاجازه، وان شاء الله رب اللي بيمتحنوا يخلصوا على خير، ربنا يوفقهم وينجحوا ويبقوا سعداء ويتفرجوا ويشاركوا في الماتشات ويشاركوا في البطولات ويروحوا النوادي وكل حاجه. ولسه يعني منتظرين نتيجه بالتوفيق. لكن بقى الولاد بقى في المرحله دي محتاجين شويه ناخد وندي ونتكلم معاهم، لانه انا شايفه انه الجيل اختلف. صح؟ الجيل اختلف عن زمان خالص. ما بقيناش بمقاييس زمان. يعني الواحد كان فاكر نفسه ان هو احدث صيحه، احدث حاجه في الدنيا. الواحد اكتشف مع الوقت ان هو ايه ده، انا موضه قديمه، انا اولد فاشن ولا ايه؟ يعني ايه ده؟ يعني الكلام ده مبقاش موجود. البنات بتتكلم كده، ايه يا جماعه مش كده يعني؟ ما انتم ممكن تتكلموا برضو بشكل لطيف، لكن الرقه والشياكه في الكلام ملهاش علاقه بانه انا اغير اسلوبي في الكلام، طريقتي. مهم قوي نتكلم في المبادئ والاساسيات اللي اتربينا عليها عشان تفضل موجوده في اجيال تانية كتير، ننقلها لاولادنا بجد. بصوا انا هحط هنا بس شوربه كبشه كده، مرق سخن، لما احس كده هو في المرحله دي زودت بس اتنين وهسيبه يتشرب تماما. هقفل. ناخد وحدات كده من قطع اللحم. معانا مدام سميره، يا اهلا وسهلا حبيبه قلبي مدام سميره. يا اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا حبيبي، عامله ايه؟ انا بخير الحمد لله يا فندم. كل سنه وانتي طيبه، وتسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي. ميرسي لحضرتك جدا. حلوه قوي المقلوبه دي، جميله يا روح قلبي. تسلمين. حضرتك اجمل. وعايزه اقول للاهلي طبعا دايما دايما كده في تقدم ودايما في نجاح. أمين. وعايزه اقول لك ان انا حاسه ان هو كان هيغلب في الدقائق الاخيره. سبحان فعلا. الله، دعواتكم بقى هي الحاجات الحاسمه دي، بتبقى جميله جدا. لحظات بتبقى شده اعصاب بس الفوز. أيوة. بيه بس كل حاجه فعلا. انا لما بحس ان الاهلي، أكيد طبعًا أنا ما بحس إن الأهلي هيغلب، يعني هيغلب. يا حبيبة قلبي إن شاء الله دايمًا في، يعني كل الأهلاوية فرحانين ومبسوطين ودايمًا سعداء كده. أكيد طبعًا، إحنا بننبسط طبعًا لما الأهلي بيغلب. إحنا يعني عندك النادي الأهلي ده حاجة تانية عندنا. يا حبيبة قلبي تسلمي مدام سميرة، والله محبة حضرتك أكيد وصلت يعني. مشكورك جدًا. حضرتك ما تأمريش بأي حاجة؟ أكيد طبعاً يا حبيبتي، ميرسي يا حبيبتي، تسلمي. تسلمي، ميرسي لحضرتك جداً، شرفتينا. لا، الأساس فيها لحم ضاني،
لا بيبقى فيه عظم كمان، يعني في اللحم الضاني الاصلي بتاعنا ده تتعمل صح بقى على اصولها. ما احنا حاطين لحمه اهي مفرومه؟ لا ما جربتش بالمفروم، ما اعرفش يعني هحس ان احنا غيرنا كتير قوي في الوصف. يعني هي لازم تبقى قطع اللحم، وبعدين المفروض القطعه دي تتشرب كويس مع الرز لما بتبقى على النار في حله واحده، بس انا هتحايل على ده وهعمل حركه كده وهدخلها الفرن، هوريها لحضراتكم برده دلوقتي. بسم الله. بصوا بقى، انا هاخد كده من الرز وهو لسه فيه شويه كده، خليني ايه ممكن اخد اجيب معلقه ثانيه من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده عند القالب، هحط هنا كام واحده بصل خفيفه. يعني ما جربتش بالمفروم، ما اعرفش. انا اقول لكم على حاجه، ما تسالنيش عارف ليه، عشان انا ما بعترفش باللحمه المفرومه. يعني لو في حاجه فيها لحمه مفرومه لازم يبقى جنبها حاجه تانية تتاكل فيها لحمه. بصوا هعمل كده، هو لسه قدامه شويه، هدخله بقى يستوي كده شويه، القالب ده في الفرن يتشرب كويس. هدخله يتشرب كويس في الفرن. بسم الله اهو. شايفين ازاي بشويه المرق اللي فاضلين دول؟ معلش اهو. ده ايه؟ دي بصل. ماشي اوكي، افتكرتها عود قرفه اهو. هسيبه بقى، هقول لك بقى عشان ياخدوا من بعض شويه، لازم الطعم يبدا ياخد بقى، الشوربه دي تنزل شويه منها على الرز كده، وبعدين ايه يتشرب حلو مع شويه البصل اللي جوه الرز، مع شويه الكبابه الصيني والبهارات اللي احنا ضفناهم مع الرز دول، فيدوا طعم لبقيه الخضار. وبعدين هاجي هنا، مش هقفل بقى ده، هقفل هنا كمان شويه شرايح من البتنجان، هنقفل بقى هنا اهو. مخرجنا بيسالني بيقول لي ايه بقى، بيقول لي طب احنا ليه بقى ما عملناش، يعني ليه احنا في الاخر عملنا ده وخدنا الرز نص سوا؟ هو عنده حق طبعا. انا عملت كده عشان اتحايل على الخطوه اللي هي المفروض انها تتعمل في حله واحده، وتبقى فين؟ تبقى على البوتاجاز تتشرب وتستوي كلها مع بعض في نفس الوقت. ده اللي انا اقدر اقوله. طبعا ده كله هيجي كده في الاخر، هنعمل كده، هيبقى كده. شايفين ازاي؟ ماشي يا فندم، انا مع حضراتكم، اسمحوا لي. انا كده تمام، والرز لسه مش مستوي صح؟ اروح جايبه كده نص كبشه وحاطه كده. بتنجان بقى الشوي ده اللي اتلسوع ده هينزل طعمه مع الرز، الرز ينزل طعمه على اللحمه، على بقيه الخضار تاخد من بعض. دخلها الفرن بقى على شبكه في النص حراره 180، هسيبها كده 10 دقائق ربع ساعة تتشرب كويس، والرز نفسه يبدأ ياخد السوا بتاعه اللي باقي له شوية الصغيرين اللي باقيين دول. ودلوقتي بقى هقفل وهوري حضراتكم لما نيجي نقلبه، هتلاقوها طعمها جميل وتستمتعوا بيها. هي يعني فكرة مختلفة شوية، لكن أتمنى تعجب حضراتكم.